إذا كنت لا تتخيل الحياة دون شوكولاتة، فأنت محظوظ أنك لم تولد قبل القرن السادس عشر. حتى ذلك الوقت وجدت الشوكولاتة في وسط أمريكا، لكن بصورة مختلفة عن شكلها المعروف اليوم. وبالعودة إلى العام 1900 قبل الميلاد، تعلم أبناء تلك المنطقة كيفية إعداد الحبوب من شجرة الكاكاو المحلية. تروي لنا السجلات القديمة أن الحبوب كانت تطحن وتمزج مع دقيق الذرة والفلفل الحار لصنع الشراب، ليس كوبا من الشوكولاتة الساخنة للاسترخاء، ولكن مزيجا مرا منشطا مكسوا بالرغوة. وإذا كنت تظن أننا نعطي للشوكولاتة أهمية كبيرة اليوم، فقد سبقنا في ذلك سكان وسط أمريكا. ظنوا أن الكاكاو كان طعاما من الجنة، ووهبه الإله ثعبان الريش إلى البشر المعروف باسم كوكولاكان في حضارة المايا. وكيتسالكواتل في حضارة إمبراطورية الأستيك استخدم شعب الأستيك حبوب الكاكاو كعملة نقدية، وكانوا يحتسون الشوكولاتة في الأعياد الإمبراطورية ويكافئون بها الجنود لانتصارهم في المعارك، واستخدموها في الطقوس الشعائرية. حدث أول عبور أطلسي للشوكولاتة في عام 1519، وذلك عندما زار إرنان كورتيس قصر الحاكم مونتيزوما في العاصمة تينوتيشتيتلان. كما أفاد الملازم كورتيس أن الملك أحضر 50 إبريقا من الشراب وصبها في أكواب ذهبية. وعندما عاد المستعمرون بشحنات الحبوب الجديدة الغريبة، أشاع المبشرون أنها تزيد من شهوانية السكان الأصليين، مما أعطاها سمعة كمنشط جنسي. في البداية مذاقها المر جعلها كدواء لبعض الأمراض مثل اضطرابات المعدة، ولكن تحليتها بالعسل والسكر أو الفانيليا جعلها سريعا شرابا شعبيا لذيذا محبوبا في البلاط الإسباني. ولم تخلو البيوت الأرستقراطية من الأواني المخصصة للشوكولاتة. كان إنتاج المشروب المفضل مهمة شاقة، ويستغرق وقتا طويلا للحصول على كميات كبيرة. وقد تطلب ذلك استخدام المزارع واستيراد العمال العبيد من جزر البحر الكاريبي ومن الجزر الواقعة قبالة الساحل الإفريقي. تغير عالم الشوكولاتة جذريا في عام 1828 عندما طور الهولندي كونراد فان هوتن طريقة معالجة الكاكاو بآلة الضغط. تمكن فان هوتن من فصل دهون الكاكاو الطبيعية أو زبدة الكاكاو لتبقى البودرة التي يمكن مزجها في سائل قابل للشرب أو لإضافتها لزبدة الكاكاو لإنتاج الشوكولاتة الصلبة التي نعرفها اليوم. وبعد فترة وجيزة أضاف الشوكولاتة السويسري دانييل بيتا الحليب المجفف إلى المزيج، وبالتالي اخترع الشوكولاتة بالحليب. وبحلول القرن العشرين لم تعد الشوكولاتة بمثابة سلعة رفاهية للصفوة فقط، بل أصبحت حلوى متاحة للجميع. تطلب تلبية الطلب الكبير المزيد من زراعة الكاكاو، والذي ينمو فقط بالقرب من خط الاستواء. والآن بدلا من نقل العبيد الأفارقة إلى مزارع الكاكاو في جنوب أمريكا، تم نقل الإنتاج ذاته إلى غرب إفريقيا، حيث زود ساحل العاج العالم بحوالي 40% من إنتاج الشوكولاتة عام 2015. حالياً إلى جانب نمو هذه الصناعة تحدث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. فالعديد من المزارع في أنحاء غرب إفريقيا والتي تمد الشركات الغربية تعتمد على عمالة الأطفال والعبيد، حيث يقدر بوجود أكثر من 2 مليون طفل من المتضررين. لا تزال هذه المشكلة قائمة بالرغم من جهود شركات الشوكولاتة الكبرى لمشاركة الشعوب الإفريقية للحد من ممارسات تشغيل الأطفال والعمالة بالسخرة. اليوم اتخذت الشوكولاتة مكانة مهمة في طقوس واحتفالات ثقافتنا الحديثة، ونتيجة لارتباطها بالطابع الاستعماري الممزوج بالثقافات والحضارات الأصلية جنبا إلى جنب مع تأثير الإعلانات، ظلت الشوكولاتة محتفظة بهالة من الطابع الحسي والانحراف والمحظور. وبعد معرفة الكثير عن تاريخها الرائع أو القاسي أحيانا، بالإضافة إلى إنتاجها اليوم، يكشف لنا كيف نشأت تلك الروابط وماذا تخفي. لذلك عند إزالتك ورقة غلاف قطعة الشوكولاتة المقبلة لتناولها، دع في اعتبارك للحظات أن ليس كل ما يتعلق بالشوكولاتة هو حلو.